فنية. صراحة أنا يئست، فتشت عليها بكل الضيعة، بالشوارع وبالأحياء، ما خليت مطرح إلا وفتشت فيه. وين بدها تكون؟ صراحة خايف عليها كتير، بالآخر هيدي طفلة صغيرة لحالها. شو العمل يا محمد؟ شو العمل؟ خلص لازم هلأ أروح على البيت، والصباح رباح نرجع منفتش عليها الصبح. الله يكون معك يا سعاد. زهراء، اجا خالك محمد ولا بعد؟ ايه اجا لهون وقال لي انه حيروح يغير تيابه ويفتش على سعاد. والله هيدي سعاد عملت لنا قلق بحياتنا يا خالو. بس حرام يا خالو، بتحرق القلب والله. والله يا خالو نحن اللي حرام، لانه المشاكل ما بتخلص بحياتنا، منكون فرحانين فترة وفجأة بتجينا مشكلة. مين عم يحكي؟ انت يا خالو؟ ما انت اكتر واحد بتجيب المشاكل على البيت. ايه معك حق. ايه يلا الله يساعدنا. هلا المهم اخواتك وين؟ هيهم جوا بغرفتهم عم بيرتبوا سريرهم وجايين. ايه اوكي، ان شاء الله خي محمد يلاقي سعاد ونخلص من هالمشكله بقى. خير يا حلا، ليه عم تطلع فيي؟ لا يا خالو ما في شي، بس كأني سمعتك عم تحكي عن سعاد. ايه يا خالو عم بحكي عن سعاد، جلبت المصايب. لك مين عم يحكي؟ انت عم تحكي يا خالو؟ ما انت جبت لنا اول مرة سعاد على البيت، هيدي تاني مرة بتجيب لنا سعاد على البيت، فمين بيكون جلاب المصايب يا خالو؟ ايه يا مليكة، ايه يا خالو، انا جلاب المصايب، فهمنا، ما بقدر ما اجيب مصيبة على البيت، حشور بدم الحشرية. ايه خفف حشرية بدمك، بدنا نرتاح بقى. ايه خلاص ما عاد اعمل مشاكل، بس ما بوعدك. يعني خالو عم يقلنا انه حيضلوا يجيب المشاكل. صح يا محمد، للأسف. هلا شو بدكن مني؟ كلكن على البطل؟ انت بطل؟ صح، انت بطل بالمشاكل. والله اللي عجبه بدكن تتحملوني، انا خالكن بالاخر. ايه معك حق، مضطرين نتحملك. لا للأسف ما لقيتها، فتشت عليها كل الضيعة، حي حي، شارع شارع، والطريق العام كله وما لقيتها. شو العمل؟ والله يا خيي نحن عملنا اللي علينا، وسعاد الله يساعدها. أو في حل تاني، إنه نتصل بالشرطة وهن بيفتشوا عليها. لا يا أشرف شو هالحكي، الله يساعدها ونتركها للبنت، حرام. والشرطة ما بعرف، يعني إذا اتصلنا فيهم يمكن يلاقوها ويحطوها بالأحداث. ما قلتلك الأحداث مثل السجن، حرام، ما إلي قلب. يا خيي نحن كمان عنا حياتنا، قلنا كم يوم تركين شغلنا وعم نفتش على سعاد. هيك بكل بساطة؟ ليك من جابها لسعاد لعنا؟ مش أنت؟ أنت اللي جبتها لعنا، وأنت خليتنا نحبها ونشفق عليها. يعني هيك بكل بساطة بدك إينا نتركها؟ ما بيجوز من الله، حرام. خلاص البنت تعرفنا عليها وحبيناها ولازم نساعدها للآخر. هلأ صار كل الحق علي والمشكلة فيي؟ نسيت حالك إنه أنت اللي دخلتها بهاي المدرسة الداخلية اللي بيتنمروا عليها؟ ليك يا أشرف لا جاي لومك ولا تلومني، اللي فيي مكفيني، اللي من الصبح فتش عليها والشمس طلعت لي راسي.
أنا بدو ياني نتركها هيك بكل بساطة، حرام عليك. خلينا نفتش عليها للآخر ونساعدها للآخر. خالو محمد ما له حق. إيه أكيد بدكم تدافعوا عن خالكم محمد يلي بتحبوه أكتر مني. لا يا خالو أشرف، ما بنحبه أكتر منك، بس خالو محمد ما بيجيب المشاكل. ومش بس هيك، خالو محمد بحل المشاكل وكمان بيشتري لنا أشياء طيبة. ايه الله يخلي لكم خالكم محمد. ميرسي يا خالو، كلكم ذوق، الله يخليني لكم. وانت ليش مقهور؟ ومن شو بدي انقهر؟ الحمد لله عندي معجبيني بيحبوني كتير من كل انحاء الوطن العربي، ومش ناقصني حدا زايد يحبني. خالو محمد وخالو اشرف بليز خلاص، هلا فكروا كيف بدنا نرجع سعاد. ايه معك حق يا خالو، كيف بدنا نرجع سعاد؟ وين بدها تكون؟ وين؟ ولهون بتكون انتهت حلقتنا من مسلسل عائلة فنية بعنوان سعاد شبيهة حلا الجزء الثاني. مثل ما شفتوا خالو أشرف بطل بده يساعد سعاد، ولكن خالو محمد ما قبل وقال له لازم نساعدها للآخر. وسعاد رجعت عند عائلة فنية، ولكن ليه؟ وشو صاير معها؟ وليه غميت؟ لا تعرفوا انترونا بالحلقة الجاي. ومثل العادة ما تنسوا تعملوا شير للحلقة كل رفقاتكم قريبكم وفجروها باللايكس، ويلي بعد ما اشترك معنا بالقناة خليه يشترك ليصير من عائلتنا الفنية يلي رح تحبه كتير وتقدم له أجمل وأفضل الأعمال. إلى اللقاء في الأحداث المقبلة والحلقة الجاي، انتظروها بحماس. كل واحد فيهم بدو يتصرف اشي على ذوقه منها طبيعية. عيلة فنية 100% عندهم مشاكل كلها تقنية. الملكة بدها كل شي طميعة وما عجبها شي، بدها تعمل علينا رئيس الجمهورية. عيلة فنية 100% عندهم مشاكل كلها تقنية. حالة طبعة هادي كتير شطورة وحكي قليل، ومحمد همو ياكل بالتمثيل موهوب كتير. عيلة فنية 100% عندهم مشاكل كلها تقنية. وأمير شايف حاله بيعمل كل شي على باله، بس هو قلبه طيب وطبعا طالع لأخواله. وعن خاله ما بتتخلى، خاله بيخاف عليها كلمة لا ما بيقلا. عيلة فنية 100% عندهم مشاكل كلها تقنية. وأشرف أكبر مشاكس بكل شي بده يعاكس،
ومفقع قلبه لخيو وعامل له كتير مشاكل. عيني فنية